والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك محمد عبدو، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي حول رؤية المصريين للتحول الرقمي، وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين يمتلكون كروتا بنكية، حيث تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية والمدن. كما أشارت النتائج إلى أن 21.5% من المصريين قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة. أكدت وزارة البترول أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البترول طارق الملا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تم استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة. إلى أسواق البترول العالمية، حيث استعادت أسعار النفط قوتها بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنت أو بنسبة 8% ليصل إلى 79 دولار و69 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنت أو بنسبة 1.1% مسجلا نحو 75 دولار و14 سنت للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 12% لتصل إلى 3 دولارات و7 سنتات للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8% لتسجل نحو 6 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر منتدى الطاقة الدولي أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر في أعلى مستوى لها في 30 شهر، وزادت صادرات الخام بنحو 7% ليصل إلى 7,773,000 برميل يوميا في أكتوبر في أعلى مستوى له منذ أبريل 2020. في المقابل تراجع إنتاج السعودية من النفط ليصل إلى 10,957,000 برميل يوميا في أكتوبر من 11,041,000 برميل في سبتمبر. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على المكاسب مدعومة بارتفاع أسعار النفط، بينما أنهى المؤشر السعودي موجة للصعود استمرت ثلاث جلسات مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود. ارتفع مؤشر أبو ظبي 3% مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، كما أغلق مؤشر دبي بزيادة تصل إلى 3%، وامتدت المكاسب لبورصة قطر والتي أنهى مؤشرها الرئيسي على ارتفاع نسبته 1%. في المقابل تراجع المؤشر السعودي 6% منهيا ثلاث جلسات من المكاسب، بينما علقت بورصة البحرين التعاملات بسبب عطلة رسمية للسوق. أغلقت مؤشرات البورصة اليمنية عند أدنى مستوى في 6 أسابيع، وهبط مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 1.5% في ثالث جلسة على التوالي من التراجع، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 76%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك يا فاطمة.